ذكرت عن التوبة والإيمان أيوة. إيش كيف ممكن أعمل هذا الإشي لو شخص بشاهد يعني قصة الابن الضال اللي جت في خمسة 15 تصور لنا رجع إلى نفسه هذه هي التوبة ثم جاء إلى أبي هذا والإيمان أو أشبهها بقصة ثانية جت في لوحه 7 امرأة خاطئة راحت لقدمي المسيح غسلت رجلين بالدموع هذه هي التوبة لم تكف عن تقبيل قدميه هذا هو الإيمان مم. التوبة أقول إن أنا غلطت في ماضية الإيمان هو أن أثق في صلاح وحب وعمل المسيح أحصل على الخلاص يعني التوبة والإيمان العملة ذات الوجهان صحيح محتاجين الاثنين تمام ولما نطلب الرب الله بيجي لحياتنا بالضبط